ازاي تعملي العيش معاكي ويكون هش وطري وزي الفل. تابعيني نهاية الفيديو، الفيديو مهم. بس قبل ما يبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل خلق أجمعين. السلام عليكم محترمي اليوتيوب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لايك وشير وسبسكرايب للوصفة المميزة، اتمنى حطوا لايك يا جماعة عشان اللايكات بعافية شوية، واللي ما اشتركش هسعد جدا بالشراكة. فعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه، واتمنى انت تشير الفيديو ده بين اصدقائكم علشان تعم الفائن الذهل للجميع. ويلا بينا على الفيديو السهل الجميل. زي ما انتوا شايفين كده، شايفين الطراوه، شايفين الهشاشه، شايفين الجمال، تحفه 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 بصراحه. يلا بينا، مقادير كلها موجوده في بيتك، مش هتجيبي حاجه من بره، سهل وبسيط جدا. يلا بينا على المقادير بتاعتنا البسيطه جدا. معانا نص كيلو من الدقيق زي ما انت شايفه كده، حبه ضعف الكميه تعملي كيلو براحتك خالص. فعلا العيش ده يا جماعه جميل 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 وطري جدا. معانا كوبايه من اللبن، ومعانا ربع كوبايه من السكر. طبعا انت لسه معانا نص كوبايه لبن كمان، انا بدات بكوبايه بس الاول وبعد كده هنديها هنحطها تدريجيا. معانا معلقه كبيره من الخل، معانا برضو معلقه كبيره من الزيت، طبعا معانا حوالي معلقة صغيرة خميرة ما يعادل 5 جرام. وهبدأ ادوب الكلام ده كله مع بعض. انا بوريك اهو في نص كوباية لبن كمان انا حطها جنبي، علشان يا جماعة مش شرط ان انت عارفة المقدار، تحطي مقدار مثلا الكيلو او نص كيلو كوباية ونص تحطيه مرة واحدة، لا لازما علشان الجلوتين بتاع الدقيق يطلع لازم نحط شوية بشوية ونعجن كتير. يعني ايه جلوتين دي؟ يعني علشان العرق يشد معاكي، يعني عشان عرق الدقيق يشد معاكي لازم تحطي الميه تدريجيا علشان العرق يكون موجود. لو انت حطيتي الميه مره واحده او اللبن مره واحده هتيجي تعجني العجين مش هتلاقي له عرق ومش هتاخدي النتيجه الحلوه، يعني مش هتيجي النتيجه في الاخر مش هتعجبك زي ما يكون معجون كويس. برضو لو عندك عجان هتحطيه تشغليه دقيقه وتطفيه دقيقه، وتحطي له برضو السوائل بالتدريج زي ما انا بحط كده علشان يديك العرق المظبوط. زي ما انت شايفه كده، بعد ما خدت كوبايه ونص من اللبن هجيب معلقه من الزبده. طبعا معلقه الزبده دي يا جماعه ما تخيلوش بتخلي العيش طعمه فوق الوصف. زبده بقى او سمنه، يعني لو ما عندكيش ما فيش مشكله، بس فعلا بتخلي لها طعم جميل جدا. زي ما انت شايفه ده هتحسي ان العجينه مقطعه معاكي، اوعي تحطي اي حاجه خالص ولا دقيق ولا اي حاجه، عجيني بس وهتطريها معاكي وهتخليها تنعم. يعني معلقه الزبده دي بتخلي العجينه تنعم جدا يا جماعه، هتشوفيها دلوقتي. انا ما حبيتش افصل المقطع ده علشان اوريكي قد ايه معلقه الزبده فعلا بتفرق في العجينه. اهم حاجه العجينه تعجنيه حوالي 10 دقايق، من 10 دقايق ل 12 دقيقه. العجين كويس يا جماعه هو اللي بيديكي نتيجه حلوه في الاخر. زي ما انت شايفه كده اهو، بعد ما عجنتها كويس قوي هبدأ اغطيها بالسريتش واسيبها حوالي ساعة تتخمر، يعني حسب في الشتاء مثلا ساعة، في الصيف ممكن تاخد معاكي نص ساعة زي ما يعني، المهم تتخمر كويس. بعد ما مر عليها حوالي ساعة ده كان شكلها. ببدأ افرغ الهواء منها. في ناس هتسألني طب انت بتفرغي الهواء منه ليه؟ العجين يا جماعة لازم تفرغي منه الهواء في الاول كده. ليه؟ علشان ما بيبقاش فيه لب. لو انا جبته بالهواء ما تفرغش هيبقى فيه فقاقيع فاضية جوه العيش، فلازم انا افرغ علشان اعمل للعجينة لب من جوه. اهو زي ما انت شايف كده بفردها وارولها كده وبعد كده ايه الفها. ليه بقى؟ علشان اعمل لب للعيش من جوه، ما ينفعش اسيبه كده مفنوش هيبقى فراغات فاضية من جوه. ده كان سؤال لو في بعض حد ايه حابب يسأل السؤال ده. لازم العجين يتهبط سواء اي عجين. ببدأ كده يعني الف رول بس اتكه بايدي علشان افرغ الهواء منها، لازم اتكه زي ما انتوا شايفين كده. وببدأ اكورها برضو واعملها كورة تاني. ده كله بنعمله علشان يبقى فيه لب في العجين من جوه، في العيش من جوه. اهو زي ما انتوا شايفين كده. وهجيب كيس، طبعا يا جماعة الكيس ده كيس حراري مش كيس عادي. اهو طب ايه فايده الكيس ده بقى؟ حد هيقول لي طب ايه فايده الكيس؟ هقول لك ان الكيس بيوزع الحراره كويس غير ما بيتحط مباشر في الفرن. التجربه اول مره جربها فعلا وعجبتني. اهو زي ما انت شايفه كده، بس طبعا هسيب براح فيه. اهو برش الدقيق كده بقى علشان يبقى زي المشري بالظبط، العيش اللي بنروح المولات الكبيره بقى تلاقيه رشش رش الدقيق كده على الوش، يعني حاجة تدليع كده يعني مش أساسية ولا حاجة، بندلعها شوية. هغطيه برضو واسيبه حوالي نص ساعة لحد ما يتخمر، من ساعة من نص ساعة لساعة حسب الجو عندك ايه.
وبعد ما مر عليه حوالي ساعة ده كان شكله زي ما انت شايفه كده. هبدأ اشرحه كده بالسكينة بالراحة كده، اشرحه تشريحتين اهو زي ما بس بالراحة علشان الهواء ما يخرجش من العجين اهو. حد هيقول لي الحاجه دي اساسيه، هقول لك لا مش اساسيه ولا حاجه، انا بعملها برضو عشان الشكل بس، يعني الحاجه الاجباري بقول عليها والحاجه الاختياري انا بقول عليها، لكن مش اساسيه ولا حاجه. بس يا ريت ايه تكوني حاطه لي لايك، ولو ما اشتركتيش يسعدني جدا باشتراكك، واهم حاجه تشيروا الفيديو ده على قد ما تقدروا. ببدا اربطه بالرباط اللي هو بتاع الاكياس كويس، بس اسيب فراغ علشان طبعا هينتفخ في الفرن، سيبي له فراغ ما تجيش على اخر العجينه وتقومي رابطه الكيس، لا سيبي فراغ واربطيه من فوق خالص علشان لما ينتفخ في الفرن يبقى لاقي مساحه ينتفخ فيها. هتجيبي ابره كده وتخرمي خرمين في الكيس علشان الكيس ايه ما يفرقعش في الفرن، بس مفيش اكتر من كده. هتدخليه على درجه حراره 220 في الرف اللي في الوسط، هياخد معاكي بالظبط 10 دقايق مش اكتر من كده، من 10 ل 12 دقيقه مش اكتر من كده زي ما انت شايفه كده. طبعا انا بخيت بخيت ميه يا جماعه قبل ما اربط الكيس دي، انا بخيت بخيت ميه، مش عارفه انا ما خدتش بالي جت ولا ما جتش. زي ما انت شايفين كده، شايفين شكله بقى تحفه ازاي. انا صبرت عليه لحد ما احمر كويس علشان اضمن ان يكون استوى من جوه، لان الرغيف كبير يا جماعه كبير، فلازما اضمن ان استوى من جوه، فحمرته كويس زي ما انت شايفين كده. هبدا اقطعه معاكم، حابه تقطعيه بقى انا اقطعه شرايح برضو، اقطع واحده كده من النص واحده شرايح عشان اوريها لك شكلها ايه، يعني ممكن تتعاملي معاها معامله التوست بالظبط. بس طبعا ده طعمه وريحه وكل حاجه حلوه، لان انت حاطه فيها لبن وحاطه فيها زبده، ففعلا ريحته فعلا ربنا ما يحرمش اي حد. المعجنات في البيت طبعا بتعمل ريحه غير عاديه في البيت. شايفين شايفين عامل ازاي؟ طبعا دلوقتي لسه سخن ومولع، انا مش قادره امسكه في ايدي، بس انا حبيت اوريهولك شكله هش وعامل ازاي من جوه. شايفه طري وهش ازاي من جوه؟ ده اول ما طلع يا جماعه هو سخن. هوريكم بقى اللي هو برد، وبدات اقطعه بقى كانه توست كده. التاني اهو زي ما انتم شايفين برد بقى خالص، بدات ان انا اقطعه زي التست بالظبط. انا بحاول اوريه لكم اهو شكله جميل ازاي، اهو شايفين. حابه بقى تتعاملي معاه معامله التست كده، حاجه جديده وحاجه غريبه، بس يعني تجربه فعلا تحفه، عجبتني جدا لان هش وطري، يعني التسويه بتاعته مظبوطه بنسبه 100%. انا عايزاك تجربيه وترجعي تاني تكتبي لي كومنت وتقولي رايك فيه، ان شاء الله يعجبك جدا. في اسهل من كده؟ مفيش قالب بقى توست ومفيش الكلام ده خالص، تقدري تعملي توست بمنتهى السهوله. شايفين شايفين تحفه ازاي، والفراغات بتاعته منتظمه من جوه. واسيبكم في رعايه الله وامانه، انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، والى اللقاء. واللي محطش لايك يحط اللايك، واللي ما اشتركش يشترك في القناه، واتمنى انت تشير الفيديو على قد ما تقدروا. اهو شايفين الجمال، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.